لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأدب والنصوص لطلاب الصف الثالث ثانوي الأدب وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي أعزائي الطلاب بمرحلة التأثر بالتيارات الوافدة، أو الأدب في مرحلة التأثر بالتيارات الوافدة، وقد انتهينا من المرحلة الأولى وهي تطوير الأساليب وتنامي الموضوعات. ننتقل اليوم لنتعرف إلى المرحلة الثانية من مراحل التأثر بالتيارات الوافدة، وهي مرحلة تطوير الأجناس الأدبية. مما ينبغي التنبيه إليه هو أن أعلام الأدب في بداية هذه المرحلة كانوا يجمعون الحديث إلى القديم، كما كانوا يتمثلون ما يفد إليهم من المذاهب الأدبية الغربية، ثم يمزجونه بثقافتهم الأصلية، ويحاولون تقليد ما يفد إليهم من أشكال الأدب وأجناسه. إذن في هذه المرحلة، في بداية هذه المرحلة، ماذا كان يفعل الأدباء؟ كانوا يجمعون الحديث إلى القديم، أي يستفيدون مما يأتيهم من الغرب، ثم يمزجونه بثقافتهم الأصلية. الثقافة الأصلية هي التراث الأدبي القديم، ويحاولون تقليد ما يفد إليهم من أشكال الأدب وأجناسه، حتى أدى ذلك إلى ظهور أجناس أدبية كثيرة في هذه المرحلة لم تكن معروفة في المرحلة السابقة، كما لم تكن معروفة في العصور الأدبية العربية القديمة كافة. إذن المزج بين ما يفد إليهم من المذاهب الأدبية الغربية والثقافة الأصلية أدى إلى ظهور أجناس أدبية كثيرة في هذه المرحلة لم تكن في العصور السابقة من الأدب. وندرس أولا تطور المسرح الشعري والنثري ونضجه، وقد تم ذلك على يدي الشاعر أحمد شوقي الذي افتتح عطاءه بمسرحية علي بيك الكبير. إذن ركز على هذه المعلومة، على من بدأ أو بمن افتتح تطور المسرح الشعري والنثري؟ على يد الشاعر أحمد شوقي. إذن تطور المسرح الشعري والنثري على يد الشاعر أحمد شوقي الذي افتتح عطاءه بمسرحية علي بيك الكبير. إذن أيضا يجب أن تحفظ كل مسرحية من المسرحيات التي سنذكرها من هو صاحبها. إذن مسرحية علي بيك الكبير، ثم تلاها بمسرحياته الشهيرة كقنبيز ومجنون ليلى ومسرع كليوباترا وعنترة وأميرة الأندلس. هذه المسرحيات كلها لمن؟ للشاعر أحمد شوقي. إذن احفظ هذه الأسماء. أول مسرحية افتتح عطاءه بها هي مسرحية علي بيك الكبير، ثم قنبيز ومجنون ليلى ومسرع كليوباترا وعنترة وأميرة الأندلس. كما عرف من كتاب المسرح إبراهيم رمزي، أيضا لدينا أحمد شوقي ثم إبراهيم رمزي، وكان مما كتب مسرحية المعتمد بن عباد. إذا نحفظ هذه المسرحية أيضا، المعتمد بن عباد. من الذي ألف هذه المسرحية؟ من الذي كتبها؟
هو إبراهيم رمزي، وعلي أحمد بكثير الذي عرف بمسرحه التاريخي والاجتماعي، أيضا احفظ هذا الاسم علي أحمد بكثير الذي عرف بمسرحه التاريخي والاجتماعي. ولدينا أيضا مصطفى كامل الذي قدم مسرحية فتح الأندلس. إذن أيضا مسرحية فتح الأندلس لمن؟ لمصطفى كامل. ثم توفيق الحكيم الذي عرف بمسرحياته الفلسفية التي تنحو المنح الذهني، كمسرحيته سر المنتحرة والخروج من الجنة وأمام شباك التذاكر. إذن لدينا للكاتب توفيق الحكيم المسرحيات سر المنتحرة والخروج من الجنة وأمام شباك التذاكر. ولو أنك سجلت هذه المسرحيات على ورقة فجعلت اسم المسرحية في عمود، وفي العمود الثاني جعلت اسم صاحبها أو مؤلفها. إذا لدينا مصطفى كامل في مسرحيته فتح الأندلس، وتوفيق الحكيم في مسرحياته سر المنتحرة والخروج من الجنة وأمام شباك التذاكر. وقبلها قلنا لدينا أحمد شوقي في مسرحياته علي بيك الكبير، ثم قمبيز، مجنون ليلى، ومصرع كليوباترا، وعنترة، وأميرة الأندلس. أما الكاتب إبراهيم رمزي فله مسرحية المعتمد بن عباد. وعلي أحمد باكثير عرف بمسرحه التاريخي والاجتماعي. وننتقل إلى الجنس الثاني من الأجناس الأدبية وهو الرواية، وكان ظهورها الفعلي متمثلا في رواية زينب. احفظ هذه المعلومة لأنها سؤال امتحاني مهم جدا. متى ظهرت الرواية أو كان ظهورها الفعلي؟ ظهورها الفعلي كان متمثلا في رواية زينب التي وضعها الكاتب المصري محمد حسين هيكل، وكان ذلك سنة 1190 و1000، ثم نشرها سنة 1490 و1000. إذن الظهور الفعلي لشيوع الرواية كان متمثلا في رواية زينب التي وضعها الكاتب المصري محمد حسين هيكل سنة 1190 و1000، ونحفظ تاريخ الكتابة وتاريخ النشر، نشرها سنة 1490 و1000. أما عن هذه الرواية فهي تدور حول قصة فتاة فلاحة من الريف المصري اسمها زينب. إذن سماها الكاتب زينب على اسم بطلة الرواية، وهي فلاحة من الريف المصري اسمها زينب. يقع في حبها شاب متعلم من المدينة، وفي أثناء ذلك تصور الرواية منازع شتى من حياة أهل الريف وعاداتهم وتقاليدهم، إلى جانب ما تعرضه من مناظر الطبيعة الساحرة. إذن كان الظهور الفعلي للرواية متمثلا في رواية زينب للكاتب المصري محمد حسين هيكل. ثم تتابع الإنتاج الروائي لدى كثير من أعلام تلك المرحلة، حتى رأينا طه حسين يكتب روايته دعاء الكروان على النسق نفسه، ثم يكتب عباس محمود العقاد روايته أو روايته سارة. إذا لدينا أيضا رواية دعاء الكروان لطه حسين، ورواية سارة وهي لعباس محمود العقاد. إذا لا ننسى هذه الأسماء، زينب لمحمد حسين هيكل، ثم لدينا دعاء الكروان لطه حسين، ثم رواية سارة وهي لعباس محمود العقاد. أما الجنس الثالث من الأجناس الأدبية فهو القصة القصيرة. القصة القصيرة لم يعرف هذا الجنس الأدبي في المرحلة الأولى من هذا العصر، ولا في العصور الأدبية العربية السابقة، بل كان ظهوره نتيجة للتأثر بالتيارات الغربية الوافدة. إذن نحفظ هذه المعلومة، هذا الجنس الأدبي في المرحلة الأولى لم يعرف ولا في العصور الأدبية العربية السابقة، بل كان ظهوره نتيجة للتأثر بالتيارات الغربية الوافدة، وقد شجع على تطوره السريع، أي على هذا الفن وهو القصة القصيرة، وهو قصة القصيرة شجع على تطوره السريع انتشار الصحافة،
ضع تحتها خطين للإشارة إلى أنها فكرة مهمة. ما الذي شجع على ظهور القصة القصيرة؟ انتشار الصحافة التي وجد فيها الكتاب مجالهم الذي ينشرون فيه قصصهم. ناهيك عن أن الصحف والمجلات نفسها كانت تشجع الكتاب على أن يزودوها بهذا الأدب الذي يغري القراء بمتابعتها. ولقد كان جل كتاب رواية كتاب قصص قصيرة، وقلما تخصص الكاتب منهم في جانب واحد، أي لم يكن للقصة القصيرة كاتبا لا يكتب إلا فيها. فقد كان معظم من يكتب القصة القصيرة هم من كتاب الرواية. ثم تطور السيرة الذاتية وانتشارها. عرفت السيرة الذاتية في مختلف عصور الأدب العربي القديم والحديث. هذا السطر يأتيك في سؤال الصواب والخطأ. عرفت السيرة الذاتية في مختلف عصور الأدب العربي القديم والحديث، صح. إذن ضع إشارة الصح هنا لأن الصيغة صحيحة. عرفت السيرة الذاتية في مختلف عصور الأدب العربي القديم والحديث، غير أنها شاعت في هذه المرحلة، أي أنها صارت أكثر شيوعا وأكثر انتشارا من غيرها من المراحل، واتخذت شكل العمل الروائي بما تضمنته من اعتناء بالتفاصيل وسرد للأحداث وتحليل للشخصيات. إذن اتخذت السيرة الذاتية في هذه المرحلة شكل العمل الروائي، هل هذا صحيح؟ أيضا قد تكون هذه الفكرة سؤالا للصواب أو الخطأ. أما أشهر السير فقد كانت سيرة الشيخ رشيد رضا. إذا لا ننسى هذه الأسماء، سيرة الشيخ رشيد رضا، الأيام لطه حسين. إذا لدينا هنا سيرتان، سيرة الشيخ رشيد رضا والأيام لطه حسين، وسيرة سلام موسى وسبعون لميخائيل نعيمة. إذا لدينا كما قلنا سيرة سلام موسى وسبعون لمن؟ لميخائيل نعيمة. وأخيرا سيرة حياتي لمن؟ لأحمد أمين. إذا من أشهر السير كما قلنا ونعيدها للتركيز، سيرة الشيخ رشيد رضا والأيام لطه حسين، وسيرة سلام موسى وسبعون لميخائيل نعيمة، وأخيرا حياتي لأحمد أمين. وكما قلت لك عزيزي الطالب، لو أنك تفرد ورقة تضع فيها اسم السيرة ومؤلفها حتى لا تنساها، وتكون هذه الورقة لك عونا ليلة الامتحان بإذن الله تعالى. ويمكننا هنا أن نقدم أنموذجا لهذا الجنس القصصي، وذلك من خلال السيرة الذاتية الأيام التي كتبها طه حسين. الحديث هنا عن هذه السيرة التي كتبها طه حسين وهي الأيام، وهي تتخذ شكلا متميزا إذ تعتمد طريقة السرد الروائي، متحدثة عن البطل الذي هو الكاتب نفسه بضمير الغائب، مسجلة أدق تفاصيل مولده ونشأته وحياته الأسرية الأولى في الريف، وتلقيه مبادئ العلوم الدينية في الكتاب، ثم انتقاله إثر ذلك إلى القاهرة ليتم تعليمه بالأزهر. إذن ماذا نريد من هذه الفكرة هنا أو من هذا المقطع؟ نريد أن نركز على أن رواية أو السيرة الذاتية الأيام لطه حسين كانت تتخذ شكلا متميزا باعتمادها طريقة السرد الروائي. إذا لا ننسى، اعتمدت السيرة الذاتية الأيام على طريقة السرد الروائي، وتحدث فيها الكاتب أو كان الكاتب فيها هو البطل. هذا ما يجب أن نركز عليه في هذه الفكرة. وبهذه الفكرة عزيزي الطالب ننهي درسنا لهذا اليوم، على أن نكمل ما تبقى من الأجناس الأدبية في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى ذلك اللقاء أعزائي الطلاب، أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.